لتغريدة أخرى اخترناها لكم من حساب روائع الطرب. خلونا نشوف التغريدة شباب مع بعض. سألوني الناس عنك يا حبيبي بنكهة سعودية مع فرقة أبو سراج. الله، خلونا نسمع. يعني صراحة أنا أحسد اللي مستمتع في هذا الصوت وهذا الإبداع وهذا الجمال اللي قاعدين نشوفه في فرقة أبو سراج. مبدعين ما شاء الله تبارك الله عليهم، وإن شاء الله قادما نشوف إبداعاتهم أكثر وأكثر. هذه كانت فقرتنا الأولى معكم مشاهدينا، ولكن أكيد مكملين بعد الفاصل. وش عندنا؟ منطقة الباحة تحتفي بمهرجان خاص لفاكهة الرمان.